السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي محبي اللغة الفرنسية من كل أنحاء الجمهورية، أهلا بيكم. لو أنت طالب في تانية ثانوي تابع معايا الفيديو ده وروح بسرعة، هات قلم ورقة وتابع الفيديو، أكيد هتستفيد. أولا هنعرض شكل المادة العلمية عن طريق الباوربوينت. كلوبادو ريفيزيون فينال. هنراجع النهاردة يا أولاد الدرس الأول والتاني والتالت في الوحدة الأولى، في الترم الثاني يعني الوحدة الثالثة، اليونيتي بعنوان لكلوب دي لوكي. زي ما انتوا شايفين كده هنقسم الدرس بتاعنا لكلمة فيتمون اللي هي هياها تيني اللي هي هياها لوك. فيتمون ملابس، تيني زي، ولوك ملابس أو زي. خلي بالك من الكلمة المؤنثة والكلمة المذكرة، فيتمون مذكر، تيني مؤنث، لوك مذكر. تعال ما نحدد كده إل بورت أو مي إين روب، يعني هي بترتدي فستان. دلوقتي أنا حددت الفيتمون الملابس، ده العنصر الأولاني. طيب لو أنا قلت إل بورت دي شوسيور، يعني هي بترتدي جزمة، يبقى أنا حددت إيه؟ لي شوسيور، يبقى اللي بالأحمر ده فيتمون شوسيور. طيب لو أنا قلت إل بورت أن كوليي، يعني عقد، يبقى أنا حددت الإيه؟ الأكسسوار. طيب جميل، لو أنا قلت لا روب إي نوار، يبقى أنا حددت الإيه؟ لا كولور، ده في الفيتمون. طيب لو أنا قلت أون كوتون، إلي أون كوتون، هي من القطن، مثلا الجيبة، فيبقى حددت الماتيار أو المادة الخام. طب لو قلت إلي أوني، يبقى أنا حددت الموتيف، لأن أوني معناها سادة، موتيف معناها الزينة أو ما يميز اللبس. طيب تعال ما نشوف لي فيتمون أولا. ده بونتالون، أن بونتالون مذكر، أن تي شيرت، أن سور فيتمون، أن أنوراك، أن بلوزون، أن جون، أن بيجاما، بيجاما، أن سويت شيرت. وده سيت ان مون امبرانتي دو لا لونغ انجليز، ان بول، بلوفر، ان مايو دو بان، جيلي، ان جيلي. لاحظ كده الكلمات اللي فاتت دي كلها كلمات مذكره. طب لاحظ حاجه كمان، هم مش منتهيين بالاو، يبقى كل الكلمات اللي قدامك او الملابس اللي قدامك، ركز معايا، الكلمات اللي مش منتهيه بالاو في الملابس هي كلمات مذكره في الاساس، ما عدا كلمه ليجينز، هي كلمة واحدة بس. خلاص خلي بالك بقى عشان تميز ما بين المذكر والمؤنث. طيب بص كده للكلمات بقى، جيب منتهية بأو مؤنث اهي، غاب منتهية بأو مؤنث اهي، شوسات شراب مؤنث، شوميز فيست، نرجع تاني لشوميز، شوميز فيست، ليجينز، هي دي الكلمة الوحيدة في الملابس اللي منتهية مش منتهية بالأو لكنها مؤنثة. تعالى كده ما نشوف، خليك معايا، الحاجات اللي بتتلبس في الرجل وهنجيلها دلوقتي كلها مؤنثة، ما عدا كلمة واحدة اسمها شوسون، يعني اللكلوك، وهو حذاء بيتي من الصوف. بص كده معايا، نرجع تاني أسئلة بقى. كلمة تيني مثلا تاخد كل مذكرة ولا مؤنثة؟ طبعا كل المؤنثة. طيب كلمة فيتمون ملابس تاخد ان، اي مقطع ام او ان تي، ام اي ان تي، يعني تعرف ان هو مذكر. ديكري تون لوك، كلمة لوك كلمة مذكرة. ايل سون لوكي جمع المذكر. ايل سي يعني هو بيجرب، تو سي فيتمون. لي شوسيور، قلت الملاحظة خليك معايا، الجزم كلها يا ولاد مؤنثة، كل الحاجات بتتلبس في الرجل مؤنثة ما عدا كلمة ايه؟ شوسون. تعالى كده معايا في الكلمات دي، شوسيور جزمة، باسكت كوتشي للرياضة، بوت بوت، صندل صندل، بوتين
يعني هاف بوت. شوسيغ ا تالون يعني دي شوسيغ ا تالون يعني جزمة بكعب. بالرين البالرينا. لاحظت كده انه كل الحاجات اللي بتتلبس في الرجل ايه؟ مؤنثة، ما عدا طبعا كلمة شوسون. شوزي، بص كده كلمة شوسيغ اللي ورا القوس دي اخترنا لها ايه؟ جمع المؤنث. برافو، سامعك. طيب جاشت، انا اشتريت. بوت تبقى دي بوت. برافو، ممتاز، عشان قلنا كل الحاجات دي جمع، مش هينفع ان انا البس فرده واحده، فهشتغل على الجمع. تي صندل، الصندل سون تري بيل، لانه كل الحاجات اللي بتلبس في الرجل ايه؟ مؤنثه. لي زاكسيسوار، خليك معايا. لي زاكسيسوار هي الحاجه اللي زي مثلا الساعه، الكاب، النضاره، الانسيال، الكوليه، غيره من الحاجات دي. تعال ما نتعرف عليها. لي زاكسيسوار: شابو قبعه، كوليه عقد، بوني بوني ايس كاب، فولار السكارف او المنديل بيتلف حوالين الرقبه، ساك ساكوش. وخلي بالك من الكلمه دي لانها موجوده ورا في القاموس، وكان حصل عليها كذا امتحان وكذا معلومه جت بالشكل ده في كلمه ساكوش، وهي شنطه من الجلد. براسلي يعني اسوره، ان براسلي. دي جون جون، الجوانتي يعني. خدت بالك انه كل الاكسسوار اللي ما انتهتش بالاو ها كلها ايه؟ مذكره. كلمه ساكوش اللي منتهيه بالاو مؤنثه. طيب خلي بالك ان كلمه اكسسوار كلمه مذكره، خلي بالك من الملاحظه دي، لان كلمه اكسسوار بيهيئ كتير لناس كتير ان هي مؤنثه. اون كاسكيت، كاسكيته منتهيه بالاو مؤنثه. سانتور، حزام. اون سانتور. اون اشارب يعني حاجه بتتلف من الصوف كده حوالين الرقبه. دي بوكل دوغاي يعني الحلق. طيب اون باج، باج خاتم. دي لونات، لونات دو فيو، لونات دو فيو يعني النضاره النظر، والثانيه بقى اسمها لونات دو سولاي، نضاره شمس. تعال ما نعمل شويه تمارين كده. كلمه كاسكيتا قلنا منتهيه بالاو، اذا هي مؤنثه صح كده؟ جميل. طب كلمه اكسسوار اوعى تاخدها اون، هي ان. طيب ساك روج، ان ساك روج مش منتهيه بالاو. طيب يبقى احنا قلنا الاكسسوار المنتهي بالاو هو ايه؟ مش مذكر. اللي مش منتهي، اللي مش منتهي بالاو مذكر، اللي منتهي بالاو ايه؟ مؤنث. طيب ها سور لا تيت، هنا بقى بنربط ما بين ايه؟ ما بين الشابو والتت، بتتلبس على الدماغ. طيب سور لا تيت. طب البنطلون، البنطلون، لو بنطلون اي لارج، il faut une ceinture يعني البنطلون واسع عايزين له ايه؟ سانتور. il porte des boucles d'oreilles aux oreilles. برافو، بنلبس الحلق في الودان. Il porte une bague au doigt. Il porte un bracelet. طيب تعالى كده اما نشوف الجزء اللي بعده في المواقف. Tu demandes يعني انت بتسال، تونامي بتسالي صاحبتك عن الاكسسوار اللي هي بتفضله، فهي تقول ايه؟ J'ai porté des bagues يعني بحب البس الخواتم والبراسلي. خليك معايا. الاكسسوار يا ولاد هو كل ما زاد عن اللبس الاساسي، يعني ما ينفعش تقول ان الجاكيت ده اكسسوار، ما ينفعش تقول ان الشوز اكسسوار، انما ينفع تقول ان الساعه اكسسوار، والاسوره اكسسوار، والحلق اكسسوار، الكوليه اكسسوار. فالاكسسوار هو كل ما زاد عن الملابس الاصليه. البورت او مي ان روب، تلبس فستان. الفستان بيكون اسود نوار، يبقى انا هتكلم عن الكولور. كولور، كلمة كولور أولا كلمة مؤنثة، وعايز أقول لك معلومة، خليك معايا، معلومة مهمة جدا. كل الألوان يا أولاد مذكرة، أما كلمة لون مؤنث. برافو. جو بريفير لو بلو، يبقى كلمة كولور كلمة مؤنثة، كلمة بلو كلمة مذكرة.
انا عايز اسال عن اللون، هسال بطريقتين. كلي لا كولور دو بونتالون، لون البنطلون ايه، او دو كيل كولور اي لو بونتالون. تعال معايا كده اما نشوف الجزئيه اللي جايه دي، وهي جزئيه الالوان. بلو ازرق، مؤنث بلو، فير فيرت، نوار نوار، جون جون، روج روج، روز روز، بلون بلانش، مذكر ومؤنث، فيولي فيولت. رجعنا على الالوان. لا روب اي، هختار ايه، مارون ولا بلو ولا نوار؟ فكر كده. لا روب ده مؤنث، هختار مارون، هختار بلو المذكره، هختار نوار المذكره. اذا بلو ونوار مذكرين، مفيش في اخرهم او، يبقى انا شغال على مارون اللي بتنفع للمذكر والمؤنث. تعال كده في رقم 11، لا روب اي برافو بلو كلير، لان انت قلت لي يا مستر احمد ان اللون المركب لا يؤنث ولا يجمع. تمام كده. هات بقى اللي بعده. هنبدا يا اولاد في الي اون كوتون. ركز معايا. كوتون يعني القطن، لين مثلا الصوف، سوا الحرير، الكلام ده كله اسمه ماتيير. فهنتعرف دلوقتي ازاي تسال عن الماده الخام وازاي تجاوب، وحروف الجر بتيجي مع المواد الخام. شايف كده المثال اللي قدامك ده، الي اون كوتون، من القطن، ده بيعبر عن ماتيير. ماتيير كلمه مؤنثه، لا ماتيير. مسيو احمد انا جالي سؤال، اون ولا ا كوا اي لا جيب؟ يبقى اون كوا. طيب مسيو احمد، اون كل المذكره وكل المؤنثه كلمه ماتيير؟ احنا قلنا ماتيير كلمه مؤنثه، تبقى كل. ايل الي اون كوتون يعني من القطن زي ما انت شايف. الي اون سوا من الحرير. الي اون جون من الجينز. الي اونور من الذهب. إلي أون أرجون من الفضة. إلي أون كير من الجلد. طب تعالى نختار أون أون كوا. طيب التانية أون كيل ماتيير، والمثالين دول كررناهم. لا شميز إيه؟ أون كوتون. برافو، سامعك. تعالى معايا للجزء التاني، وهو أو الجزء الرابع، وهو الموتيف. الموتيف يعني إيه الموتيف؟ يعني الزينة أو ما يميز الملابس. لو موتيف. إلي أبوا يعني إيه بوا؟ منقط. طيب تعالى كده ما نشوف تاني. إلي أ غيور. غيور اللي هو الإيه؟ المألم. إلي أ فلور المشجر. إلي أ كارو المربعات، كاروهات. إلي أ تالون اللي بكعب. إلي أ كابيش اللي بزنط. الصون أ لاسي، لاسي يعني برباط. والأخير مونشو كورت يعني إكمام قصيرة. طيب واحدة كمان، مونش لونج. خدت بالك إنه حرف الجر أ ثابت وراها موتيف؟ طب أنا عايز أحفظها، بص كده معايا. حرف الجر أ بتيجي موتيف وراه، سهلة جدا. حرف الجر أ بتيجي موتيف وراه، حرف جر اه ثابت لا يتحول. طب اقول لك على حاجه كمان، الموتيف يا مسيو احمد مذكره ولا مؤنثه؟ بص يا حبايبي، كل الموتيف اللي قدامك دي مذكره، المذكر منها اللي هقول لك عليه ده مربع دايره اتنين في الشوز، مربع دايره اتنين في الشوز. ايه المربع؟ كاغو. طب دايره يعني ايه؟ بوا. اتنين في الشوز اللي هما لاسي وتالون، دول المذكرين. الباقي كله في الموتيف ايه؟ مؤنث. تعالى معايا تاني نشوف الجزء اللي جاي. الي ابوا، بوا هنا مذكر ولا مؤنث؟ لسه قايل لك مربع دايره اهو، بوا معناها دايره، يبقى اختار مفرد مذكر ولا جمع مذكر؟ جمع مذكر، لانها مش نقطه واحده، هما نقط كتير. الي ابوا بلو يعني منقط بازرق. اللي بعده الي اغيور، احنا قلنا اغيور يعني ايه؟ مخطط. مؤنث بلو جمع المؤنث. طب لو فلور تبقى جمع مؤنث. طب لو كارو يبقى جمع مذكر. طب لو تالون يبقى جمع مذكر. طب لو كابيش يبقى مفرد مؤنث. طيب لو لاسي جمع مذكر.
Il est uni, il est uni. يعني مذكر uni والمؤنث uni avec e. وده معناه لون موحد. تعال نعمل شوية تمارين كده. J'achète une chemise. آه manche longue. ما تقوليش بقى إن manche مؤنث فأنا أختار A U X مثلا. مثلا يعني غلط طبعا. طيب A poids عشان حرف الجر A بتيجي موتيف وراه. طيب الماتيار يجاب لها E N O. طب لا سي حرف الجر A. طب جون حرف الجر E N O جون. La chemise est à rayures. Elle est à poids vert. لأنه poids مذكرة فvert مذكرة. Les chaussures sont à lacets. Lacets ده إيه؟ رباط جمع مذكر تبقى بلون. برافو. Le pantalon est à rayures. يبقى blanche. عشان rayures كلمة مؤنثة. Demandez l'opinion sur un vêtement. يعني اطلب رأي في الملابس. أنت هتسأل واحد عن الرأي في الملابس. خليك معايا. انت لما تيجي تسأل واحد عن الرأي في الملابس بتستخدم له كذا صيغة. ممكن تقول له ما رأيك, وممكن كمان تقول له ماذا تجد او ماذا ترى في ذلك او ماذا تعتقد في ذلك, ها وانت شايف ايه في اللبس ده. فهو يقول لك مثلا دي مودي مش على الموضة, الا مود على الموضة, لوكي منظره حلو. تمام. ممكن يقول لك مثلا ان هو فيتمون مش حلو يعني فيتمون نيل سيء. دي كلها اراء. علشان تسال وعلشان تجاوب تعال معايا. اولا صا, علشان تقول صا تو بلاي ده عجبك, صا مفا ده لايق عليا, صا مفا ده حلو يعني ده كده. Ça te plaît, ça me va. Tu aimes ce pantalon? انت بتحب البنطلون ده؟ Qu'est-ce que tu penses de? ودي يا ولاد الاجزاء بتاع التفكير العليا اللي قال عليها خليك معايا. الوزير قال ان في 30% من الامتحان هيبقى قائم على المستويات العليا من التفكير. مستويات العليا من التفكير في الدرس ده وفي الوحده دي هيبقى في الاجزاء اللي زي دي كده. بص وركز معايا كده. بونسي يجي معاها دو, وخلي بالك بونسي ما يجيش معاها اه, لان في فرق ما بين بونسي اه وبونسي دو, وده تاخده في سنه ثالثه ان شاء الله. طب لو عايز تسال تاني كومون تي تروف سو بونتالون, يعني انت شايف البنطلون ده ازاي, او كليتون اوبينيون. وخلي بالك عشان برضو دي تكه ممتازه جدا. كلمه اوبينيون كلمه مؤنثه ولكن سبقت بتون لانها بادئه بحرف متحرك فتعامل معامله المذكر, فناخد لها كل المؤنثه. اما كلمه افي كلمة مذكرة. برافو سامعك وعارف انك عارف الفرق ما بين كلمة opinion وكلمة avis. exprimer l'opinion sur un vêtement يعني عبر عن رأيك في الملابس. بص كده il est joli هو جميل, adorable يعني رائع, original يعني اصلي او صنعه كويس, sympa لطيف, super رائع, ça te va très bien يعني لايق عليك قوي, إلي أوريجل فظيع, نيل مش, ديمودي ديمودي يعني مش على الموضة, ومش يعني سيء, ونيل يعني سيء. ترو سيغي يعني ضيق قوي, ترو كور يعني قصير قوي, سا نو تو فا با يعني مش لايق عليك خالص. وطبعا انت شفت الصورتين ما بين واحد لوكي اللي على الشمال لابس بدلة ده, واللي على اليمين برضه لابس بدلة بس بدلة مختلفة جدا, والكلام ده بيبان ما بين اللونين. يعني اللي باللون الاسود ده هو بيثني على الزي, اما باللون الاحمر ده هو بيقول ان الزي ده مش على الموضة. سا تو بلاي. طيب سا مو بلاي. سا تو بلاي بيسأل الوي. سا مو بلاي هو ده كويس, ده عجبك, قال له ده ايوه ده عجبني. طب سا مو فا ده حلو عليا, قال له وي سا تو فا. خلي بالك من التحول من التي من التو الى مو, خلاص خلي بالك من التحول ومن المو الى تو. كاسك تو بونس خلي بالك دو. برافو ايوه كده خليك صاحي معايا. لا هوب كاسك تو اون بونس, ودي تعبير اكسبريسيون تم ذكره في كتاب المدرسه. لسه البرونون بيرسونيل اون او الضمير الشخصي اون لسه انت ما خدتوش, وان شاء الله
هنعرفه في سنة تالتة، بس خليك عارف التعريف التعبير ده qu'est-ce que tu en penses. طيب كلمة opinion مؤنثة تبقى كل دوبل ال. طب كلمة افي مذكرة تبقى كل مذكرة. Le pantalon est adorable يعني رائع. طب جولي وكوخت ما خدناش ليه يا مسيو احمد؟ لاني جولي مؤنث وكوخت مؤنث. لا روب كلمة مؤنثة تبقى سامبا. لا شوميز اي سوبر، احنا قلنا سوبر بنختارها على طول من غير ما نفكر لانها مؤنث ومفرد، مؤنث ومذكر، جمع ومفرد زي بعض. طيب الجزء اللي بعد كده يا اولاد هنتكلم في حاجه مهمه خالص، وهي الفرق ما بين تري وبوكو. تري يجي وراها صفه زي ما انت شايف، إلي تري شيك، هو شيك قوي. بص معايا كده في الكاميرا هنا، بص يا حبيبي، في فرق ما بين تري وبوكو. تري معناها جدا زي فيري كده في الانجليش، فلما تيجي تقول ان تري يجي وراها صفه او ظرف. طب بوكو ما بيجيش وراها صفه او ظرف، بس انا عايزك تعرف دول بس دلوقتي. تري يجي وراها صفه او ظرف، بوكو يجي وراها ما يجيش وراها صفه او ظرف، تمام كده؟ طيب فرق برضو ما بين بوكو وبوكو دو. بوكو ده ظرف كمي، خلاص تمام، بيجي من غير الدو. طب بوكو دو بقى بيجي وراه اسم جمع، خلي بالك، والدو فيه لا تتحول. طيب جميل خالص، تعالوا معايا للجزئيه الاخيره، لزادجكتيف ديمونستراتيف يعني صفات الاشاره. سو ست ست سي، سو دي مذكر لساكن، ست مذكر لمتحرك، ست دوبلتي مؤنث سواء كان متحرك او ساكن، سي للجمع. تعال كده ما نشوف سو جارسون. هنا اللي جايه دي كلمه امي في غلطه، هنا المفروض تبقى سي تامي، سي او تي. ايوه كده برافو. طب كلمه في، ست دوبلتي في. طب كلمة أمي مؤنث تبقى ستامي، طب الإلاف تبقى سيزيلاف. طبعا بيجي وراهم الاسم. طب لو جه وراهم فيرب تبقى زي ما انت شايف كده سو أو سا. طب تعالى ما نشوف كده، إي تان جارسون تبقى سو، لا نو سي أبوستروف، يبقى سي تان جارسون، c'est une fille. طب في الجمع ce sont des amis أو ça va bien. تعال نختار ما بين سو ست ست دوبل تي سو اس سا سي ابوستروف. كلمة سور فيتمون مذكرة تبقى طبعا في هنا شوية أخطاء، فسور فيتمون هتبقى سو شوسيور هتبقى جمع سو اس. طب كلمة أمي مذكرة ست بتي واحدة، كلمة أمي مؤنثة سب دوبل تي، كلمة أو فيرب فا تبقى سا فا بيان. طيب سون المذكر تبقى سو سون، والمتحرك في سبعة سي أبوستروف أو إس تي. عندنا فعلين مجموعة أولى وفعل مجموعة ثالثة. الفعل الأولاني إسي، والفعل الثاني أشتي وده تصريفه، والفعل الثالث فيرب متر. سالو. في نهاية الفيديو عايز اقول لك طالب تانية ثانوي، ركز شوية علشان السنة الجاية هتبقى سنة مصيرية ليك. حاول تصاحب الصديق اللي يشدك لربنا، حاول تطيع اهلك والدك والدتك، لانه ده المفتاح الحقيقي للنجاح. صدقني مهما اجتهدت وفي عدم رضا من الاب والام او عدم رضا من رب العالمين، صعب قوي تدرك التوفيق والنجاح. فلا تقنع لما دون النجوم، خليها دايما قدام عينك، دايما بص لأعلى حاجة، وإن شاء الله ربنا مش هيخيب ظنك بإذن الله. عايز أحيي كل مدرس مخلص بيدي كل طاقته للطلاب بتوعه. عايز أحيي من هنا جروب تامر وسمير للغة الفرنسية، جروب اللي ما بيبخلش على أي طالب ولا أي مدرس في اللغة الفرنسية. تحية من هنا لمسيو تامر رفاعي، مسيو سمير المصري. عايز اقول لكم تابعوا كل الحلقات اللي جايه،
إن شاء الله هتستفيدوا جدا. كان معكم مسيو أحمد حلمي مدرس اللغة الفرنسية بمدارس عرفة للغات بشبين الكوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.